أهلا بيكو في سلسلة جديدة ومعلومة عن منتج. بصوا بقى، في السلسلة دي هنفهم معلومات عن المنتجات الخاصة بشغلنا، منها المفيد، منها اللي ملوش لازمة، منها اللي مفروض أدفع شوية فلوس عشان أحصل على منتج أفضل من المنتج ده، ومنها حاجات مكملات ومش مهمة جدا ان انا اقتنيها. لو عندكم اي سؤال عن اي حاجة عايزين تعرفوها عن منتجات شغلنا، في التعليقات على طول انطلقوا واسألوا، متترددوش، ويلا بينا على طول نبدأ. مستعدين؟